أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في علم الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام الحديث الرابع من باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون من كتاب الكافي الشريف عن الضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه عجبت من قوم يتولون ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفروضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف عقولهم فينقصون حقنا فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لامرنا. اترون ان الله تبارك وتعالى افترض طاعة اوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم اخبار السماوات والارض، ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم. هذا الحديث الشريف من اجل الاحاديث في باب علم الائمه عليهم الصلاه والسلام وبيان ان من الناس من يوالي اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ويعتقد بامامتهم ووجوب طاعتهم لكنه يصاب بانهزاميه فكريه امام الخصوم وهذه الأنهزامية الفكرية تقوده أولاً إلى خلل في عقيدته في الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فينزلهم عن قدرهم، وثانيًا تؤدي به إلى ضعف حجته بالنسبة إلى احتجاجاته لدى المخالفين. وثالثا تؤدي به الى ان يعيب على المؤمنين الذين يصفون الائمه بما ثبت في الادله الصحيحه العقليه والنقليه من فضائلهم وعلومهم وكما ذكرنا فيما مضى في حلقات ماضيه ان الانسان القوي الشخصية هذا لا يصاب بالانهزامية امام الخصوم، حتى لو كان الخصوم اقوى عسكريا واقوى اعلاميا. المؤمن ينبغي له ان يكون قويا في حجته، في فكره، في عقيدته، وان لا يتاثر بالامور الظاهرية. لو كان المقرر ان يتاثر المؤمنون بالامور الظاهريه لكان اولى الناس بذلك الانبياء لان الانبياء عاده كانوا مستضعفين في قومهم وكان الناس ضدهم وكانوا يصابون بمشاكل كبيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الحالة ويقول: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ولو تلونا الآيات المباركات حول الأنبياء نجد أنهم عادة كانوا مضطهدين في اقوامهم. لكن لان الحجة معهم ولان الحق معهم كانوا مستضعفين جسديا وعسكريا، لكنهم كانوا اقوياء في العقيدة والفكر. فلذلك ما كانوا يتاثرون بقوة الاعداء الظاهرية. غالب الناس القوه الظاهريه تسبب لهم ضعفا امامها ومحاوله محاكاتها والمماهات معها ولذلك عاده تجد الامم المستعمره تحاول ان تقلد المستعمرين حتى وان كانوا يعادونهم يعاديه وقد يقاتله ولكن يحاول ان يقلده هذه موجوده في لا شعور كثير من الناس يعني حينما يرى القوي هذه القوه تسبب له ضعفا فكريا وعقائديا ولذلك عاده تجد الامم المغزوه تحاكي الغزاه في امورها الله سبحانه وتعالى حينما انزل القران وارسل الرسول صلى الله عليه واله جعل الدين الحق وهذا الحق له قوه ذاتيه حتى اذا في يوم من الايام كان السيف والصوت بيد اعداء الدين لكن حجه الدين هي الغالبه وأيضا في نهاية المطاف الدين هو الغالب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا في يوم من الأيام الدين سيعم البشرية جمعاء، الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" هذه لن لنفي التأبيد. الله سبحانه وتعالى لن يجعل شيئا يسبب سيطرة الكفار على المؤمنين. لا قانون الله شرعه لسيطرة الكفار على المؤمنين، لا يوجد قانون يثبت سيطرة الكفار على المؤمنين، ولذلك لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، لماذا؟ لأن الزوج له سلطه على الزوجه الرجال قوامون على النساء سلطه ماديه وسلطه معنويه وتاثير لذا الله سبحانه وتعالى يشرع هكذا قانون بان تتزوج المسلمه الكافر بالعكس قد يجوز والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يجوز زواج المسلم بأهل الكتاب على رأي مجموعة من الفقهاء، لكن بالعكس لا يجوز بالإجماع. لا يجوز أن يكون العبد المسلم عبدًا لمولى كافر، وإذا ملك ملك الكافر مسلمًا يجبر على بيعه. وهكذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الولايه لكافر على مسلم سواء الولايه في الحكم او في غيره وكذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل حجه للكفار على المؤمنين بل جعل الحق مع المؤمنين فالحجه معهم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل سواء حكم تشريعي يثبت ولايه الكافر على المسلم او سبيل بالحجه فالمنطق هو الغالب واما بالنسبه الى السيطره العسكريه الله سبحانه وتعالى جعل اسباب اذا المسلمون صاروا بتلك الاسباب تكون لهم السيطره وإذا لم يسيروا على حسب تلك الأسباب قد يكون السيطرة للكفار. لذا الله سبحانه وتعالى يقول: "وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين". فلذا واحد لا يقول أنه احنا نشاهد أن في طول التاريخ الكفار كانت لهم سيطرة على المسلمين. في مكة الكفار كانت لهم السيطرة على المسلمين يؤذونهم. وهكذا نشاهد في طول التاريخ بعض الاحيان كان الكفار ياسرون المسلمين والمسلمات، واحيانا يسيطرون على بلدان المسلمين، واحيانا يغلبون المسلمين عسكريا كما حدث في احد، هذا بالنسبه الى السيطره التكوينيه الظاهريه، هذه مرتبطه بالاسباب والمسببات. اذا المسلم سار طبق الاسباب يصل، اذا الكافر سار طبق الاسباب والمسلم خالف أوامر الله سبحانه وتعالى الكافر يسيطر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشرع قانونا ولم يجعل الحجة للكافر على المسلم، لم يشرع قانونا فيه سيطرة الكافر على المسلمين، إذا أنت في الحجة قوي ما دام أنت الحق، فلماذا تصاب بانهزامية امام الاخرين الذين هم اقوى عسكريا مثلا لهم السيطره اذا في يوم من الايام افرض الكفار سيطروا على بلدان المسلمين في هذا اليوم الحضاره الغربيه مثلا هي الحاكمه على العالم لماذا انت تشعر بالحرج من احكام الله سبحانه وتعالى وتشعر بالحرج من القران وتشعر بالحرج من الاحاديث وتشعر بالحرج من السيرة وتحاول أن تطبق الاسلام والقرآن والسيرة على ما يراه الغربيون في هذا اليوم، في أي جانب من الجوانب، إذا الغربيون ضد الحجاب فواحد يحاول أنه ينكر هذا الحكم، إذا الغربيون يشربون الخمر واحد يحاول أن ينكر حرمة شرب الخمر مثلا. إذا في القرآن يحاول تأويل القرآن، إذا في الروايات يجي ينكر الروايات يكذبها مثلاً. هذه إنهزامية. وإنهزامية الإنسان لها أول وليس لها آخر. زين بعد هذه المقدمة نأتي إلى هذا الحديث. الآن في الشيعة وكذلك في زمان الأئمة. كان أناس هؤلاء يدعون التشيع. يدعون الاتباع لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام، لكن امام العامه وهم المسيطرون، الاكثريه، الحكم بيدهم، الثروه بيدهم، القرار بيدهم، المناصب بيدهم، مقابل هؤلاء يشعرون بضعف، زين عندما يشعر بالضعف ماذا يفعل؟ يأتي وينكر بعض مقامات الائمه عليهم الصلاه والسلام حتى يتماهى مع اولئك ثم بعد ذلك اذا شاف بعض الشيعه عقيدتهم صحيحه وهؤلاء ثابتون على الدليل الصحيح الحق يعيب عليهم يستهزئ بهم لماذا انتم هكذا أنتم أرقتم ماء وجهنا أمام الآخرين، أنا في يوم شخصيًا من الأيام كنت في سفرة إلى إحدى البلدان غير الإسلامية، وقت إقلاع الطائرة كان بعد أذان الظهر تقريبًا بنصف ساعة تقريبًا، ووصول الطائرة إلى المقصد كان بعد أذان المغرب. يعني احنا كان عندنا وقت بمقدار نصف ساعة قبل اقلاع الطائرة وطبعا يعني قبل الركوب في الطائرة بدقائق لأن الطائرة عندما تريد أن تقلع أقل نصف ساعة قبل إقلاع الطائرة الركاب يذهبون باتجاه الطائرة تقريبا فأنا أخذت معي البوصلة التي تحدد اتجاه القبلة وفي صالة الترانزيت شخصت القبلة وكنت متوضأً، بمجرد أن حان وقت الصلاة وقفت وصليت. طبعاً كل كل الذين كانوا في الطائرة كانوا من المسلمين حسب الظاهر، لأن الطائرة كانت من بلدة أجنبية إلى بلدة إسلامية. فأنا سمعت بأذني وأنا أريد أن أبدأ بالصلاة أن أحدهم يقول للآخر إن هذا بعمله أراق ماء وجهنا، يعني أنت تصلي أمام الأجانب، زين هذا إراقة لماء وجه هؤلاء المسلمين، في حين أني شاهدت أن الموظفين في المطار كانوا يحترمون عندما يروني أنا منشغل بالصلاة، يعني يحاول أنه مثلا يوطئ من صوته أو يغير من مسير حركته يعني هكذا انهزامية حتى أنت تريد تصلي يشعر بأن صلاتك بأن صلاتك تريق ما وجهه هذه هي الانهزامية التي تقود الإنسان إلى أن يرفع يده عن جميع الأحكام الشرعية هسه في ظرف مو واحد لا يأتي ويقتلنا لاجل صلاتنا مثلا وصومنا والتزامنا باحكامنا الانبياء كانوا حينما يصابون بالقتل بالتهجير بالحبس بالقتال فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا زين نجي الى فقرات هذا الحديث الشريف طبعا هذا الحديث حسب البحث الرجالي سنده صحيح بلا إشكال يعني مو واحد يجي حتى يريد ينكر هذا الحديث مثلا الشريف محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده أناس من أصحابه ماذا يقول الإمام عجبت من قوم عملهم عجيب يعتقد بعقيده ولا يلتزم بلوازمها، لماذا لا يلتزم بلوازمها؟ انهزاميه امام المخالفين، هذا يثير العجب، عجبت من قوم يتولون يعني يحبون الائمه عليهم الصلاه والسلام ويجعلون ائمه يعني يذعنون لامامتنا ويعتقدون بها لأن الجعل قد يستعمل بمعنى الاعتقاد كقوله سبحانه وتعالى أجعل الآلهة إلهًا واحدًا يعني اعتقد بإله واحد بدل الآلهة إلى إله واحد فهؤلاء المنهزمون يحبون الأئمة واحد لا يشك في حبهم للأئمة ويجعلون أئمة يعني يعتقدون بإمامتنا لكن لا يلتزمون بلوازم هذه العقيدة ويجعلون أئمة ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هو إنسان شيعي يحب الأئمة ويعتبرهم ائمه يعتقد بهم ويعتقد بان طاعتهم واجبه، اذا واحد لا يحب الائمه هذا ليس بشيعي، اذا واحد لا يعتقد بامامتهم ليس بشيعي، اذا واحد لا يقول بوجوب طاعتهم هذا ليس بشيعي، فهؤلاء شيعه من حيث الاعتقاد لكن مصابين لكنهم مصابون بالانهزاميه. ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم انهزاميتهم ضعف القلب قد يكون منشأه ضعف العقل وقد يكون لا الخوف وهيبة الطرف المقابل والشعور بقوة الطرف المقابل أحيانا الإنسان حتى في القضية المادية هو قوي لكن حينما يقف امام خصم في مصارعة في قتال ويشعر بأن ذاك اقوى منه قد يصاب بانهزامية حسب تعبيره يضيع ايده ورجله امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث منسوب اليه يقول ما قاتلني احد الا اعانني على نفسه يعني شنو أعانني على نفسه؟ لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شجاعته كانت ضرباً للمثل، والجميع يعلم بأنه ما قاتله أحد إلا أمير المؤمنين غلبه وقتله. زين، فأي واحد كان يقف في القتال أمام أمير المؤمنين كان يضيع نفسه يرتبك فلا يتمكن حتى من القتال العادي، يعني لو هو يقاتل قتال عادي هو بطل مثلاً افرض يطول الغلبة عليه مثلا خمسة دقائق، لكن هو بانهزاميته يسبب أن أمير المؤمنين بضربة واحدة يقتله، يرتبك، هذا الارتباك يصيبه، فلا يتمكن حتى أن يستفيد من القدرة التي له، ولو هو بالنتيجة مهزوم، لكن يعين على نفسه بسبب ارتباكه. هؤلاء يكسرون حجتهم، شلون يكسر حجته؟ لأنه إذا أنت تحاجج الخصوم في إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، من أهم الحجج علم الأئمة. زين واحد يجي وينكر علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ارضاء للمخالفين انهزامية امامهم ارتباكا امامهم زين فلماذا تجعله اماما وهو حال حال البقية في الجاهل مثلا من أهم أدلة إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام الكاشف عن إمامتهم علمهم لماذا؟ ذكرنا فيما مضى تفصيل ذلك ولكن بشكل مختصر الله سبحانه وتعالى يقول: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع عَمَّنْ من لا يهدي الا ان يهدى؟ يعني من لا يهتدي الا ان يهدى. اكو شخصان، واحد يهدي الى الحق والثاني لا يهدي الى الحق. الا ان واحد يجي يهدي فايهما العقل يدل على لزوم اتباعه؟ القرآن يدل على لزوم اتباعه. يعني انت تتبع العالم مو الجاهل. زين. فإذا أنت أثبت علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام على غيرهم لقد أثبتت وجوب اتباعهم وهذا من أقوى الحجج ولذا أنا لاحظت أنه كثير من الأشخاص المخالفين يحاول التركيز على عدم علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو لا أقل مساواة الأئمة في العلم مع غيرهم لانه يدرك ان اثبات علمهم وانهم اعلم من غيرهم هو حجه عقليه على امامتهم وحجه شرعيه على امامتهم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. زين اولي الامر هذا ينحصر في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، لماذا؟ لوجوه ذكرنا بعضها ومن سابقا ومن جمله الوجوه انه اذا اكو واحد عالم يعرف والاخر جاهل لا يعرف هل يعقل ان الله سبحانه وتعالى يأمر بان تتبع الجاهل لانه له السيطره وتترك العالم لانه ليس له السيطره معقول هذا الشيء واحد جاهل يقودك الى المهالك لكن الى قدره وآخر عالم يقودك إلى النجاة لكن لا قدرة له لا سلطة ظاهرية له العقل شنو يقول لك اتبع ذاك صاحب السلاح الذي يقودك إلى المهلكة أو هذا الذي ليس له سلاح وليس له سلطة لكن يقودك إلى النجاة وطبعا المعادلة واضحة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لا يعقل أن الله يأمر بإطاعة الجاهل فلا بد ان يكون اولو الامر علماء. زين خلفاء الجور من بني اميه، بني العباس، بني عثمان، كانوا جهال، لم يكن فيهم علماء. وحتى اذا واحد منهم يعرف كلمتين، اذا تقيس علمه بعلم الائمه عليهم الصلاه والسلام، علمه لا شيء. فكيف يامر الله سبحانه وتعالى باتباع اولئك الجهله لانه بالسيف والسلاح سيطر على الامه ولا يامر باتباع العلماء هذا مو معقول من الله سبحانه وتعالى فمن اهم الحجج التي تحتج بها على الخصوم علم الائمه فكيف تاتي وتصاب بانهزاميه وتنكر علمهم اي علماء مثل بقيه العلماء في تلك الأزمنة كان علماء هواية بعضهم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين فلماذا تتبعه؟ تكسر حجتك بذلك ويخصمون أنفسهم يعني أنت تجعل نفسك مغلوباً عندك انهزامية وتنكر نقاط القوة في حجتك وطبعاً تُغلب في المناظرات إذا واحد عند انهزامية أمام الشخص المقابل الذي يناظره والحجة التي له وتسبب غلبته على خصمه هذه الحجة هم لا يقبلها ينكرها طبعا يخصم السبب في ذلك شنو هو؟ بضعف قلوبهم قلب ضعيف انهزامي فينقصونا حقنا هذا أولا يعني الانهزامية لأنه الامور كالسلسله ضعفه القلب يؤدي به الى ان ينكر مقامات المعصومين هذا اولا وثانيا يعيبون ذلك على من اعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لامرنا يعيبون على الموالي الذي يثبت علم الائمه عليهم الصلاه والسلام بالعقل والنقل يعيبون عليه لأن هذا بكلامه أراق ماء وجهنا هذا بكلامه يسبب أن الآخرين يتكلمون علينا هذا بكلامه يسبب أنه إحنا نتفشل أمام الآخرين بدال ما يفكر أن يرضي الله سبحانه وتعالى بحسن الاعتقاد يفكر يرضي أولئك الخصوم ولا يرضون عنه ويعيبون ذلك يعني أداء حقنا على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا يعني الدليل العقلي، والتسليم لأمرنا يعني الدليل النقلي، أو الفكر والعمل، التسليم عملاً، برهان حق معرفتنا يعني العقيدة والفكر. الآن نشاهد ذلك يعني بعض الشيعة اتباعاً، وأكثر الشيعة اتباعاً للأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله يقيمون العزاء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بمختلف صور العزاء وهناك بعض من الشيعة يعيبون على هؤلاء تفشلون أمام المخالفين ومن هم أولئك وما قيمتهم حتى نحن نترك عقيدتنا ونترك كلام الرسول وسيرة الرسول وسيرة الرسول وكلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام من هم أولئك وإذا أرضيت شنو راح تحصل في الدنيا والآخرة شنو مثلا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق, مع حق معرفتنا والتسليم لأمرنا ثم بعد ذلك الإمام بشكل مختصر يذكر دليل عقلي على علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويقول: أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؟ الله قادر على أن يعلم هذا الإنسان وليست له أي مؤونة، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. والله لطيف بعباده، بار بهم. خيره عميم وهو القادر على كل شيء لذلك الإمام يقول تبارك يعني دام خيره وتعالى الله سبحانه وتعالى يتمكن من أن يصطفي إنسان كامل أن يعلمه أن يمنحه ما يشاء من الفضائل ثم يمنع ذلك عنه هذا مو معقول يعني انت اذا تشوف رئيس شركه يتمكن من ان يجعل رئيس الشركه انسان كامل، عالم بكل خصوصيات هذه الشركه، ولا يكلفه شيئا، اكو انسان يعرف كاملا التفاصيل، وانسان جاهل، اذا هذا رئيس الشركه اختار الانسان الجاهل، الا يلام على ذلك؟ يلام على ذلك. إذا هس يريد يخلي واحد رئيس الشركة يحتاج له إلى تعليم وهذا التعليم لا يكلف رئيس الشركة شيئا يدخل في دورات تعليمية ما دخل في دورات تعليمية ألا يلام على ذلك؟ طبعا يلام على ذلك أنت تتمكن من أن تجعل رئيس هذه الشركة إنسان يفهم إنسان عالم لماذا اخترت الجاهل؟ لماذا لم تعلم ذلك الجاهل؟ زين الله سبحانه وتعالى يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يتمكن بلحظة وأقل من لحظة أن يجعل العلم في صدر هذا الإنسان، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يتمكن من ذلك زين ولا يفعل هذا خلاف الحكمة، والله حكيم لا يفعل خلاف الحكمة، أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة اوليائه على عباده ثم يخفي عنهم اخبار السماوات والارض هذا بالنسبة الى الاحداث ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينه دينهم هذا في جانب الشريعة يعني الله يختار شخص للامامة او يامر الناس باتباعه ثم يخفي عنه لا أخبار السماوات والأرض عنده ولا الشريعة عنده معقول هذا الشيء إذا من إنسان عادي رئيس شركة غير معقول فهل يعقل من الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى في الحديث تتم في علم الإمام سنتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين